أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة مع برنامج رواد الأعمال. كما عودناكم في كل حلقة أن نستضيف رائد أعمال. معنا اليوم رائد الأعمال المميز الأستاذ عبد الرحمن الحلاق. أهلا وسهلا أستاذ الرحمن. أهلا وسهلا بك. بداية ترحيب خاص من برنامج رواد الأعمال من قناة ABC، ونتمنى منك بالبداية تعرفنا وتعرف المشاهدين مزيد عنك عن خبراتك السابقة. أهلا وسهلا بحضرتك. أولا شكرا جدا لهذا اللقاء اللطيف. أنا عبد الرحمن الحلاق، 3D Artist، 3D Designer. عندي خبرة حوالي 24 سنة بهذا المجال، مجال 3D والإظهار المعماري. بديت مسيرتي من وقت ما كنت بسوريا، وانتقلت لتركيا من حوالي 10 سنين. وخلال هاي العشر سنين أسست الشركة بتركيا، وبدأت استلم مشاريع مختصة بالإظهار المعماري وبالتصميم، إن كان على أرض الواقع داخل تركيا أو إن كان حتى كنت أتعامل مع دول الشرق الأوسط ودول أوروبا. وتعاملت كتير مع عملاء من داخل دولة الإمارات العربية المتحدة. هذا الشيء خلاني أني أنا انجذب لأجي وأسس العمل، أفتح فرع وأسس العمل داخل دولة الإمارات، بالذات أنه في بيئة خصبة للاستثمار داخل هاي الدولة. يعني الانفتاح على السوق العقاري والاستثمار الكبير بمجال العقارات والمشاريع الهائلة والأفكار الجديدة اللي عم تنطرح كل يوم من مطورين عقاريين ومن شركات هندسية مشكورة عم تقدم جهد كبير كتير لإنتاج هاي المشاريع المتنوعة والفريدة، خلاني أني أنا أقول البيئة الخصبة لهذا المنتج اللي أنا بقدمه هو دولة الإمارات العربية المتحدة. فقررت انتقل السنة الماضية بعام 2023 بعد انتاج اكثر من حوالي 800 مشروع على مدار مسيرتي المهنية. قررت انتقل واجي لارض الواقع هون على مكان الاستثمار الحقيقي ومكان المشاريع المتنوعة والفريدة داخل الامارات بدبي. ممكن تخبرنا ما هي الخدمات اللي بتقدمها الشركة وكيف تميزت بتقديم هي الخدمات؟ الخدمات اللي انا بقدمها هي عبارة عن تصورات ثلاثية الأبعاد لأي مشروع عقاري أو هندسي من قبل ما يتم بناؤه أو قبل ما يتم تنفيذه. يعني من المخططات أنا بقدم إخراج معماري، صور ثلاثية الأبعاد واقعية لشكل المشروع والتصميم، لكل التحركات داخل المشروع أو خارجه، للبيئة والإنفايرومنت المحيط بالمشروع بشكل يحاكي الواقع. يعني حتى لو كان بأي مكان ضمن دبي أو ضمن أي إمارة، على أي شارع، على أي زاوية، نحن ممكن نقدم التصور كامل للمكان والمساحات مع الإضاءة الحقيقية، مع المواد بشكل حقيقي، لحتى يقدر العميل كمطور أو كشركة هندسية أو حتى كمشتري أو كمستأجر يقدر يلامس الواقع من خلال هاي الصور، ويقدر ياخذ القرار الصحيح لما ينعرض عليه البرزنتيشن كامل مع الصور للمشروع. أستاذ عبد الرحمن، بعد النجاح الرائع اللي حققته في دولة الإمارات، ما هي خطتكم؟ ما هي الرؤية المستقبلية للشركة؟ الخطة بالأيام القادمة إن شاء الله راح يتم استثمار بالتكنولوجيا لحتى أقدر أفتح مجالات أوسع بتقديم عروض وبرزنتيشن بالإظهار المعماري بشكل أقوى وبشكل يحاكي الواقع بشكل أكبر، إن كان باتجاه الـ VR أو إن كان باتجاه الواقع الافتراضي، الـ Walk Through، الـ Animation، لحتى يتم تقديم عروض وبرزنتيشن عند افتتاح أي مشروع. مثل ما بتعرف المطور العقاري لما بيفتتح أي مشروع بيعمل عليه حفل أو بيعمل عليه افتتاح معين، وبيعرض فيه كل تفاصيل وزوايا هذا المشروع. كل ما قدمنا خدمات قوية وخدمات مميزة وخدمات فريدة بأفكار فريدة ومميزة، هذا الشيء بيخلي السوق بشكل عام يصير فيه تنافس، ويصير فيه أنا كمكانة أقدر أحجز بالصفوف الأمامية. بالنهاية، ما هي الرسالة اللي بحب يوجهها الأستاذ عبد الرحمن لدولة الإمارات ولحكومة دبي على دعمها وعلى الأمن والأمان؟ دولة الإمارات والأمن والأمان المقدم من قبل هاي الحكومة لا يمكن حدا يلاقيه بأي مكان تاني بالعالم. سهولة والراحة يلي نحن منعيش فيها هون بتخلي كل إنسان يحب هاي البلد ويخدمها من قلبه كأنه بلده.
ممكن تلاقي هون جميع الجنسيات، وجميع الجنسيات معتبرينا كأنه بلدهم وبيحبوها من قلبهم. لذلك رسالة شكر من القلب كبيرة لجميع حكام وشيوخ الإمارات، شيوخ دولة الإمارات العربية المتحدة. شكرا لكم ولجهودكم وللعطاء اللي عم تعطونا اياه. بالنهاية ممكن تخبرنا وتخبر جميع المشاهدين بتابعوك حاليا كيف بيقدروا يوصلوا ويتواصلوا مع الشركة؟ بداية نحن موجودين ومكتبنا قائم بإمارة دبي الديرة، التوين تاور أبراج الروليكس بالطابق 22 عبد الرحمن الحلاق، ومتواجدين كمان على وسائل التواصل الاجتماعي، نشطين على الانستغرام ونشطين على الفيسبوك. منقدم مشاريع بشكل دوري، منقدم كل التيستات والتاسكات اللي بنعملها، ومنقدم حتى خطوات العمل اللي نحن بنعملها لحتى يكون في ثقة متبادلة بيننا وبين عملائنا. وأهلا وسهلا فيكم. شكرا جزيلا أستاذ عبد الرحمن، ونشكر جميع طاقم العمل في الشركة، ونتمنى لكم دائما التوفيق والنجاح. شكرا، شكرا جزيلا لكم. إلى هنا أعزائي المشاهدين نختتم حلقتنا لهذا الأسبوع. تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC. دمتم بخير وفي أمان الله.